ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن ربنا ما خلقنا لحاجة إلا لعبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يعني لو زول سأل لماذا نعبد الله، نعبد الله ليه؟ ربنا قال اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأنه ربنا خلقنا. والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا مفروشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. يعني ما دام ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وخلق القبالنا وفرش لنا الأرض وخلق لنا السماء بغير عمد، الواجب علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى وألا نشرك بالله عز وجل شيئا. والعبادة هي حق الله تبارك وتعالى، ومن يستكبر عن هذه العبادة إنه تعبد الله براو وما تجعل له أنداد ولا تشرك به هذا الحق، من فرط فيه فلا يسمى عابدا لله، ده ما اسمه عابد، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا بأن تكون خالصة لله. عشان كده ربنا قال: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالمشركين اللي ربنا سبحانه وتعالى رسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيعبدوا الله، كان بيصلوا وكان بيحجوا وكان بيدفعوا الصدقات، ودي كلها أعمال صالحة، لكن بيشركوا بالله سبحانه وتعالى. فربنا قال لهم: ألا لله الدين الخالص. قال لهم عبادتكم دي كلها باطلة، لأن الله عز وجل هو الغني عن الشركاء، ولأن الله لا يرضى الشرك به سبحانه وتعالى. فقال: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. لأن المشركين الأوائل عملوا لهم أولياء، والناس أبو جهل وأبو لهب الهبل واللات ومنات والعزة، دي كان أسماء لرجال صالحين، كما قال ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال: كان اللات رجلا يلت السويق. يعني زول كان بيأكل الناس الكسرة، كان بيأكل الحجاج الكسرة. لما مات الناس قالوا: يا سلام، اللات ده كان زول بيأكلنا الكسرة وكان زول صالح، الزول ده ما ممكن يموت ساكت. قاموا عملوا له شنو؟ قاموا عملوا له صنم. ليه عملوا صنم؟ لأن أخواننا زمان ما كان عندهم كاميرات عشان يعمل لك صورة زي الصورة اللي بتلقاها الآن معلقة في كثير الآن في الدكاكين وفي السوق، وتلقاها في المحلات. زول تلقاه عامل صورة شيخه، تلقاه عامل الصورة بتاعت الشيخ الختم ولا غيره، تلقاه خاتيها فوق. أبو جهل زمان ما عنده كاميرا، كان عنده شنو؟ كان عنده الحجارة والفرار بتاعه، فبقوم بيعمل من الحجارة على صورة الشيخ، وبيقوم بتوسل لله، بيقول: يا الله بالأولياء ديل أقبل دعائي. ليه أبو جهل بتعمل كده؟ قال له: أنه أنا ملام بلاوي وذنوب ومعاصي وكده، والله ما بيقبلني. ربنا قال ده الكفر ذاته. ليه؟ لأنه ربنا ما داير واسطة،
ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فربنا سمى دين المشركين إنهم جعلوا بينه وبين الله أولياء، ده قال ما دين خالص، وسمى هذا الدين دينا كفريا، واستباح النبي صلى الله عليه وسلم دماء وأعراض المشركين بهذه العقيدة. وللأسف الشديد تلقى دي عقيدة كثير من المسلمين اليوم، عقيدتهم شنو؟ إنه يمشي للبنية أو يزور القبة أو يزور القبر بتاع الشيخ، خاصة أيام العيد برضو ناس تلقاهم ماشيين الزيارة للشيخ، وتلقاهم يمشي يطوفوا بالقبر، ويا شيخ تنجدنا، ويا شيخ تسهل لنا، ويا شيخ الولد، ويا شيخ العرس، ويا شيخ من دون الله سبحانه وتعالى. زول ميت يدعو من دون الله عز وجل، وده حق ربنا سبحانه وتعالى. الليلة لو زول شالوا منه نخلتين ممكن يضاربك، ما بخليك. لو قطعت بلح من غير إذنه ممكن يجي يطعنك. ده زول يشيل حق ربنا سبحانه وتعالى ويديه لمخلوق، ده بتلقاه موجود في القصائد، تلقاه في كتاب اسمه النور البراك بتاع الطريقة الختمية، يقول لك ومهما تكن في خطب فقل يا مرغني آتيك بسرعتي. لما تقع في مصيبة أو المرة عيانة أو دار تلد أو عندك عملية أو محتاج لحاجة، قال تنده المرغني بينجيك من دون الله. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. ربنا خلقك وأنعم عليك وأداك صحة وعافية وأنعم عليك بمرأة وبأولاد، بعد ده الإنسان يترك شكر الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل ويجعل عقيدته في بني آدم زيه؟ ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ولذلك لما عبد النصارى عيسى وأمه عليهما السلام ربنا قال لهم كيف تعبدوهم وهم بشر زيكم، بيأكلوا زي ما بتأكلوا وبيمشوا الحمام زي ما بتمشوا. ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ده في رد على اليهود لأنه اليهود قالوا عيسى شنو؟ قالوا عيسى ما رسول ذاته، فربنا قال لهم له رسول لكن هما الله. إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، لأنه اليهود قالوا شنو؟ قالوا مريم عليه السلام المبرأة قالوا وقعت في الزنا. ربنا قال وأمه صديقة، يعني الكلام ده ما وقعت فوقه. بعدين ربنا جاب حجة للنصارى، بداية الآية ترد على اليهود، هنا بيرد على النصارى، قال كانا يأكلان الطعام. سلينا أي زول عنده عقيدة في زول ست نورة وست مين وست مين، هل ست دي بتاكل زينا كده ولا بيشحنوها في الكهرباء؟ مش بتاكل. طيب لما تاكل الجوة ده بيمرك كيف؟ بتمشي الحمام. زول يكون عنده عقيدة في بني آدم بطنه فيها العفن ده؟ اخواننا ده ما ضلال وسفة. ولذلك المشركين الأوائل اخواننا كان بينده الأولياء بتاعينهم في الرخاء، لكن في الشدة بينده ربنا سبحانه وتعالى وحده. تخيل لما يزنك المشرك بيدعو الله براه،
وفي الرخاب يشرك. وبعد ده الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم وكفرهم. الليلة في ناس بيشركوا في الرخاء وفي الشدة. العربية دار تنقلب، بتعرف بعد ده غايد الناس في السفر، العربية دار تنقلب كده، أي جماعة بينادوا ناس، واحد يا البرعي ويا التجاني ويا سابغية ويا تورعفينة، فهمت؟ ويا بقرقاب ويا بضلع عن حديد، فهمت؟ أي واحد بتلقى شنو؟ تلقى عقيدته ظهرت. المشرك لو كان راكب معاه أبو جهل في البصدة ما كان نادى ناديهات دي، كان بيقول يا الله في الشدة. المشرك بنادي الله، ربنا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ربنا سبحانه وتعالى قال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لكن الليلة ناس جوا البحر والسفينة داير تغرق، ممكن يقول لك يمنادي لسيدي الحسن جبل التاك المؤتمن، نادي للحسن أبو جلابية جوا البحر، وده ضلال أعظم من ضلال المشركين الأوائل. ولذلك يا أخواننا الإنسان إذا داير ينجو، زول عنده عقيدة بيصلي وبيحج وبيعمر وبيصدق وبيبر الوالدين وسيرته تمام وبقيف في النايبات وزول حارة وأي حاجة، لكن عنده عقيدة سيئة أعماله دي كلها ما في. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر لأفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك يا أخواننا الإنسان يخلي عقيدته في الله. الخزائن دي انت بتزال منه؟ انت بتزال الزول اللي عنده، زول يكون مفلس ما عنده حاجة، ما بتقول لها فلان الديني 10 مليون، زول ما عنده حاجة. انت بتسأل الإنسان اللي عنده. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق ما عنده. ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أي حاجة دائرة تمد يدينك للكريم ربنا سبحانه وتعالى يمدك الله عز وجل من خزائنه ويفتح عليك وييسر عليك أمرك، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ربنا عنده، ربنا الغني الحميد. عشان كده جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، جبناهم في محل واحدة، قال فسألوني البشر ذيل كلهم والخلق والجن والإنس كلهم سألوا الله فأعطيت كل واحد مسألته. أي زول اديناه حقه. ربنا قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. شليك إبرة وبعدين أمشي البحر، دخلها كده وامرقها، بيشيل معاك موية ما بيشيل. وده مسألة عشان ربنا سبحانه وتعالى يقربه لك، لكن ما بيشيل حاجة، ما بيشيل أي حاجة. ولذلك الإنسان يا أخواننا بيسأل العنده، ربنا سبحانه وتعالى عنده، والخالق ديل ما عندهم. ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، سواء كان رسل دونه ديل يعني دون الله. ربنا قال ما يملكون من قطمير، القطمير ده القشرة في جن البلحة، من تأكل البلحة دي القشرة في جن البلحة دي
ربنا قال لك الأولياء ما يقدروا يخلقوا لك جن القشرة جوا، مش جن البلحة، القشرة اللفافة دي في جن البلحة، ربنا قال ما عنده. ده اسمه القطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ربنا سماه شرك. ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك يا أخواننا مما ضل الناس، مما ضل الناس إن الناس سووا لهم طرق. ربنا قال الدين واحد والطريق واحد. ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ما تباري لك طريق. ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ما تباري لك طريقة إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ في ناس بيابوا ما دارين يخشوا الجنة، ديل منو؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تسوي لك طريقة ونوبة وكشاكيش ونوبات وأوراد، عرفت؟ تجيب النسوان تلملمهم وموالد وزغاريد، ده كله بدع يا أخوان. الصحابة ما عملوا كده ولا الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كده، ولا في دين بيقربك لله إلا الدين اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام وعمله الصحابة. ولذلك يا أخوان الإنسان ما يلعب بدينه، لأنه حياتك واحدة. حياتك كم؟ واحدة. ربنا قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. عشان ما تبقى زي ده، لما يجيك الموت تقول يا الله رجعوني للدنيا. طيب دار ترجع ليه؟ عندك واطة؟ عندك مرة دار تعريسة؟ عندك شنو؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ربنا قال شنو؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا كنتم تدعون من دون الله. وين الزول اللي كنت بتنده في الشدائد ده؟ وين ده؟ لما يجي الملائكة يقبض الروح، تخيل الملائكة بتقول لك شنو؟ بتقول لك وين شيخك الفكي بتاعك اللي كنت بتنده وينه؟ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. ما شايفينه. ربنا قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا. لما الأمة الأخيرة تحصل، اداركوا يعني أدرك بعضهم بعضا، لما الأمة الأخيرة تحصل الأولى، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، الناس آخر واحدين ديل بيقولوا للأوائل اللي ضلوهم أوائل، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يا الله ديل الورطونا، أديهم دبل تاني. وهو في الدنيا هنا كان بيحامي عنهم، يقول لك ده شيخنا وده الفكي بتاعنا وديل الأولياء بتاعنا وديل سندنا كده، يقول لك هناك في الآخرة بيشاكل معه. قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. ربنا قال قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم، الجواكيم الكبار بيورطوا الصغار، ورط الدرويش. قالوا وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، أنتم أحسن مننا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. برضو تخشوا العذاب. الليلة تمسك الطرق ختمية مثلا، يقول لك يا معشر الخلق من جن ومن بشر هل تنكروا قدرنا أم تجحدوا فضلنا؟ نحن الملوك وجميع الملك أجمعه. قال الملوك ده كله عندنا. قال وربنا قال قل اللهم مالك الملك، الملك عند الله. قال الملك أجمعه، أعلاه فوق السماء يعني، من السماء لفوق، أسفله ومن السماء لتحت، في طي قبضتنا وجود آدم منا كان منشأه. قال آدم أصلا كان منشأ من الختمية،
وين احنا ابونا ادم ولا ابونا محمد عثمان المرغني؟ ها؟ قال وجود ادم منا كان منشوه، جمال يوسف من انوار بهجتنا. يوسف عليه السلام من جماله النسوان في المدينه، ربنا قال وقطعنا ايديهن فلما راينه اكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قالوا من شده جمال يوسف عليه السلام النسوان قطع عن الدين بالسكين وما حست. المرأة لو طعنت شوكة تساهر بيك انت الليل كله. من جمال يوسف عليه السلام انه انقطع عن الدين بالسكين وما حست. الجمال ده النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت يوسف عليه السلام ليلة أسري به وقد أعطي شطر الحسن في صحيح مسلم. الختمية قالوا الجمال بتاع يوسف ده كله كان جزء مننا بس. ها شوف اللعب ده كيف قال جمال يوسف من أنوار بهجتنا ونوح طوفانه لولا تداركنا. كما نحن تدخلنا طوفان نوح ده قال لأدرك الخلق إجمالا وحرمتنا. قال نحن إما تدخلنا الطوفان بتاع نوح ده كان غرق البلد دي كلها، كما نحن تدخلنا. قال نار الخليل خبت من سر تفلتنا. الخليل من انت؟ قالوا خليل إبراهيم، ده إبراهيم عليه السلام. قال النار بتاعت إبراهيم طفت لأنه الختمية بزغوا فيها توف النار انتهت. قال والقرآن قال شنو يا أخوانا؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على منو؟ على إبراهيم. قال نار الخليل طفت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا إلى أن يقول نحن المراغنة الأخيار من قدم الختم منا وغوث الكون خادمنا. ده كل باطل كل ضلال ما أنزل الله به من سلطان. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإنت إذا جيت بالحق ده أنت تكون من الآمنين يوم القيامة. ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قدر الواطدي كلها سيئات ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تجي لالله بكل الذنوب ربنا قد يغفر لك إلا الشرك بالله. عشان كده ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا أنت جبت التوحيد ده الجزاء بتاعك شنو؟ قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا أنت جيت بعقيدة نظيفة ربنا سبحانه وتعالى ما بيعذبك والعذاب إما يكون عذاب أبدي أو عذاب جزئي. يعني إذا جيت بعقيدة نظيفة وعملت الطاعات كلها أنت النار لا بتخشها من البداية ولا بتخلد فوق. إذا بقيت موحد لكن عندك لولوات ودريبات قد يدخلوك النار لكن ما بتخلد فيها. لكن الزول اللي بيجي بشرك ده ما بيمرق من النار أبدا نهاية. عشان كده جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول لأهون أهل النار عذابا، أقل زول في النار عذاب، يقول له لو كانت لك الدنيا ومثلها معها، الدنيا دي لو قدرت ثلاث مرات أكنت مفتديا بها تدفع عشان نمرقك من العذاب ده؟ فيقول أي والله يا رب. فيقول الله عز وجل كذبت قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. عشان كده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام من مشاهد يوم القيامة ولو ترى، يعني لو رأيت، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ما يجي يوقفوهم على نار جهنم الناس اللي بيشركوا بالله، فقالوا يا ليتنا، يا ريت يقعد يجرس، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، لو رجعناهم تاني للدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ولذلك أخواننا الدنيا دي ما فيها شيء، أهم حاجة أغلى حاجة في الدنيا دي عندك الإيمان. دائر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، خليك موحد. النبي عليه الصلاة والسلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، لا قال الإمام مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا قال واحد من الصحابة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الشفاعة. قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا. قال وإني اختبأت، يعني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أي نبي ربنا من الميزات اللي ادى له إنه عنده دعوة مستجابة. قال أي نبي يعني دعا في أنبياء دعوة على قومه، زي ما دعا موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت موسى فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى شنو يروا العذاب الأليم. ربنا قال قد استجيبت شنو دعوتكما. أي نبي دعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما دعيت، قال أنا دعوتي أخرتها يوم القيامة. طيب نحن الشفاعة دي نحصلها كيف؟ قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. دائرة الشفاعة بالتوحيد. عشان كده يا أخوانا الإنسان يخلي الحديث ده قدامه، حق الله على العباد، حق الله علي إنه أعبده وما أشرك به شيء، وحقي على الله ومش حق بتاع يعني استحقاق، ده حق فضل من الله، الله اداك له فضل، فضل وكرم منه. لكن ربنا ما بيخلف الميعاد، تأكد تماما انت لو جبت حق الله الله بيديك حقك. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا وأن يتقبل أعمالنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم. طيب سؤال يقول بعض الناس يقول شرك ماف، الشرك ده شنو يا أخوان؟ الشرك ده يا أخواننا الناس قاعدين يطبقوه ذاته في الدنيا كده، خليك من الشرك الواقعين فوق. الشراكة مثلا، الناس يقول لك السنة دي دارين نزرع قمح سوا، سوا دي شريك ذاته. يعني مثلا عندهم واطا حيقسموها، يقول لك انا بدفع كده وانت ادفع كده، عشان شنو؟ عشان نزرع سوا، انا براي ما بقدر عليها. فهم يتشاركوا في شنو؟ في الزراعة. طيب العبادة دي حقت منو؟ حقت الله. طيب لو اديتها لي الله ولي فلان كده شاركت فلان مع الله ولا ما شاركته؟ شاركته. والآن شوف الواقع، القصائد دي قاعدة ولا ما قاعدة؟ قصائد كثيرة جدا. ها ناس يقول لك يا رسول الله، الدعاء حق منو؟ دعاء حق الله. طيب العبادة حقت الله لو اديتها لي مخلوق ده شرك ولا ما شرك؟ ده شرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلص. يعني قال الساعة ما حتقوم لغاية ما نسوان دوس دي قبيلة تمشي لذي الخلص. ذي الخلص ده الولي بتاعهم، عرفتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وده الآن الحاصل، الناس تلقاهم ماشيين لجباب، ماشيين لأضرحة، ماشيين لغيرها يلفوا بها ويطوفوا بها ويتمسحوا بها ترابة ومعلق لهم حجبات، ده شنو؟ ده الشريك ذاته. أما مسألة الغيبة، هذا ما اسمها غيبة، دي اسمها نصيحة.
الناس تلقاهم في الدنيا بيغتابوا البلح ده كيف؟ يقول لك يا زول الشوال ده ما شيله، ده مسوس، يقول لك ده ما قاطع لي نجيط، يقول لك ده ملخبط لك، ده ما بلح بركاوي مثلا خالص، يقول لك انا داري قلت له متفق معاه وكده ما اداني له كده، يقول لك ده طماطم ما نافعه مثلا. يعني في الدنيا الناس ما بيسكتوا بيغتابوا، انت داير في الدين يسكتوا لك كيف؟ زول ضلل للناس، وداك لو اكل البلح ده في النهايه ما بسوي له شيء، كان بالغ كده بيمشي يودوه المستشفى دريبين وان شاء الله بيشفى. ده لو مات بهذه العقيده في شيخ ده بيمشي وين؟ يمشي جهنم. زول لو جاك دق الباب داير بيتك، وزول مثلا بتاع بنجو ولا بيشرب المريسه ولا زول ما كويس، وسألت زول قلت له اسمع الزول ده كيف، وهو بيعرفه يقول لك لا دي غيبة أنا ما بتكلم فيه، بس ده كلام بخش العقل ولا بيتكلم فوق؟ يقول لك الزول ده بتاع بنجو وده زول كده وما تديه بيتك والبيت دي مسكينة وما بتنفع مع الزول ده. الزول ده قاعد؟ يقول لك لا ما قاعد. طيب ما غتبته؟ يقول لك لا ده عرس. طيب الأولى العرس ولا الدين؟ فالعلماء عشان كده تكلموا عن المسألة دي. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة يقال لها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني. قلت له في اثنين من الصحابة اتقدموا لي دارين يتزوجوني، أتزوج منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك معناه فقير، مش بلغتنا نحن. قال وأما أبا الجهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية كان ضرابا للنساء، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم لها في، ومع أنه ده الصحابة لا عندهم بدعة ولا عندهم معصية صحابة، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من الخلق ما قد لا تستمر معه العشرة، ما قد لا تستمر معه العشرة، وما قد يكون عيبا في الزواج، عرفت؟ فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تتزوج منه أسامة بن زيد رضي الله عنه. فهل تقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتاب؟ ما كان بيغتاب، ولكن ده يسمى نصيحة ما يسمى غير. ايوه ايوه جزاك الله خير. ده سؤال طيب جدا من الشيخ في مسألة الشطح. الصوفية عندهم حاجة اسمها الشطح. طبعا الصوفية يجيب لك كلام العقل ما بخش، لما انتزل يقول لك ده شطح. شطح معناه شنو؟ يقول لك معناه ذكر الله لغاية ما حصل مرحلة كده هو يعني غرقان، يقول لك ده زول غرقان في الذكر، والذكر ده برمي الموية عشان تغرق فوقه، فكله كذب. لكن هو ما دايرك تقول له الكلام ده كفر، يقوم بيقول لك شنو؟ يقول لك ده شطح. يقول لك ده شنو؟ ده شطح. وده يا اخواننا من الامور الدائر يلبس بها على الناس، والناس يمرروا له شنو؟ يمرر له الباطل بتاعه. تزعل يقول لك لا ده زول ده شطح. طيب فرعون ما شطح؟ فرعون لما قال انا ربكم الاعلى شطح، وابو جهل شطح، وابو لهب شطح، وانا ذاتي الشيخ الختم ده ذاته بجيب لي فرار اطقه في راسه، مالك؟ لا اقول له شطحته. بيقبل؟ بيقبل؟ ما بيقبل. فما في حاجه اسمها شطح. طيب قول شطحته، نفترض معاك انه شطحته، انه ذكرت الله وخفت من الله كثير لغايه ما عرفت نفسك بتقول في شنو، كويس؟ طيب تقوم تجيب الكلام ده في كتاب توزعه للناس وتقول ده من كراماتي،
ده شطح، فده يا أخواننا من الباطل، وده من الكذب، وده من التغليف للباطل، ومن إلباس الحق بالباطل. ما في حاجة اسمها شطح. ها، أنت محاسب بما تقول، محاسب بما تقول. ربنا أمرك تقول الحق، ربنا قال وقول الحق من ربكم، وتعتقد الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وتعتقد أن لا إله إلا الله. جبت ناقض من النواقض، ما بنقول أنت شطحت، ما بنقول، بنعاملك بالظاهر. قلت كلام باطل، بنعاملك بالظاهر. لكن لما تكون أنت مثلا اتغيبت وقلت كلام كفر، نحن بنشوف حالك. هل كنت مكره؟ هل كان مكرهنك؟ لو كان مكرهنك زي عمار بن ياسر معلش، لكن زول بيشيل الورقة والقلم ويكتب ويمشي يوديه المطبعة ويقعد في المطبعة 3 شهور ويقوم وينسغوه وده نخطه في صفحة كده ويعمل له فهرس ويمشي يدفع قروش 15 مليون لجنة في الخرطوم يسمها رغم الإيداع ويقوم يصدقوا له يودوه المدير، بعد ذاك يودوه وزارة الثقافة، يقوم يوسغوا له، وبعد ده يجيبوا وتقول له شطح. شطح بتاع شنو؟ فالشطح عندهم انه الكفر بتاع الشيخ، الكفر بتاع الشيخ يقول لك ده ده كلام الشيخ كان غايب. انت الكلام الشيخ وقت كان غايب تستره ولا تنشره؟ لو اصلا كان شطح. لكن ده اخواننا كله من اللعب على المسلمين، وده من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الايات اللي بتامر بالمعروف، كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، نقوم نشطبه. ليه؟ لأنه في حاجة اسمها شطح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. نقول للرسول حديثك ده غلط. ليه؟ لأنه في شطح. ولا تقول الرسول كتم مننا الشطح، والزول اللي بيقول الرسول كتم حاجة ده كافر. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 3 من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفريه، ومنها من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة فقد كذب، وفي رواية فقد أعظم على الله الفريه. الشطح زي شنو؟ قال ومن أولياء الله كتاب فيوض البحور المتلاطمة شرح الأنوار المتراكمة للمرغنية، قال ومنها ومنهم من الأولياء بتاعنا الختمية الشيخ العيدروس عبد الله العيدروس. قال وسمي العيدروس لأنه قطع رأس بعض مريديه ثم أعاده حيا فسمي بالعيدروس، يعني زول البعيد الرؤوس. قال وكان من كلامه رضي الله عنه أنا عرشها والكرسي أنا. قال أنا عرش الله ذاته والكرسي أنا للسما بانيها. ده الشيخ ذاته قال باني السماء، وربنا قال في سورة قاف والسماء بنيناها بأيد، أو في سورة الحجر ربنا قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال أنا للس قال ما الله بنى السماء، قال أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. وبرضه زي ما قال الختم في كتاب النور البراك قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. قال ولو أني ألقيت سري على 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 ميت لمشى ينطق ويملي. قصيدة طويلة جدا. قال ولو أني إذا ألقيت سري على بحر حلى من ريق تفلي. قال لو مشى لبحر مالح بسق فوقه كده الختم بينقلب شنو؟ بينقلب أورانجا ولا انقلب أبره. فهمت؟ ده الدين بتاعهم. تيجي تقول له يا زول الكلام ده كيف؟ يقول لك لا الشيخ شطح. شطح تنشره للناس وتعتقده، فده يا اخواننا من الكفر بالله والباطل والضلال المفضوح والكذب الواضح. أيوة حديث لا أخاف أن تشركوا بعدي. هذا الحديث كما قال ابن حجر قال هذا المقصود عموم الأمة، يعني الأمة كلها تشرك بالله
ده ما في، ده كلام ابن حجر. لكن يوجد جزء من الأمة بيشري، لكن الأمة كلها ما يبقى فوق واحد موحد، ده ما في. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فابن حجر قال المقصود شنو؟ قال يعني مجموعة الأمة ما بتشرك بالله، لكن جزء من الأمة قال بيقع في الشرك، قال كما حصل نسأل الله السلامة. ده كلام ابن حجر. ايوه كلامك ده كلام سديد، لانه ده كلام ابن تيميه رحمه الله، انه الانسان اذا كان عقله ما في وقال كفر مثلا فده ما يؤاخذ. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم شنو؟ عن ثلاث، ومنهم شنو؟ المجنون حتى يفيق. فده في حكم الجنون. الزول ذاك اخطا من شده شنو؟ الفرح. وكذلك الرجل الذي رجل من بني اسرائيل قال جمع اولاده قال لهم انا اذا مت احرقوني وانتظروا بي يوم فيه كتاحه شديده، نصي شتتوا في واحرقوني قال واسحنوني، جزء في البحر وجزء شنو؟ في البر. قال لهم والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب احدا من العالم. فالكلام ده قالوا بالجهل ربنا عزر، وكان في حال خوف شديد من الله سبحانه وتعالى، عشان كده قال لهم الكلام ده، فربنا عزر وغفر له. فالإنسان إذا كان في حال شديد من الفرح، عقله غاب منه، قام قال له كلمة زي دي، المفروض يحصل شنو؟ المفروض أول حاجة يقول يا أخواننا أنا أول حاجة يكون ما عارف نفسه قال شنو، دي أول شيء. الشيء الثاني يقول يا ناس أنا الكلام اللي قلته ده ما تأخذوني به، وما في زول يكتبوا عني مش، ويقول يا أخواننا كلام زي ده كلام كفر وباطل وأنا أتوب منه، كلام زي ده. لكن يقول لا يا أخواننا أكتبوا الكلام ده، وبالكلام ده أنا الولي ذاته، وما بقى ولي إلا بالكلام ده، وما بقى ولي إلا بالكلام ده. فالصوفية ناس متناقضين، وعشان كده العلماء ردوا على السفسطة والباطل ده، كما رد الذهبي على ابن عربي الصوفي، كان بيقول يعني وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. تزني ويقول لك لا شطحته. فالذهبي قال لو لم يكن الكلام الذي في كتب ابن عربي كفر فلا يوجد في الدنيا كفر، قال إذا هذا كان ما كفر في الدنيا كفر ما في. فده الكلام باطل. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.